أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلاة وسلاما على سيدي رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، نكمل مع حضراتكم في قراءة بداية الهداية إن شاء الله. أسأل الله أن يكتب لنا الهداية والخير والنجاح والفلاح. قول يا ابني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: نفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين، آمين. وإهلاك نفسك وبين آخرتك بدنياك، فصفقتك خاسرة. إيه الصفقة الخاسرة؟ أن تبيع الدنيا وتشتري الآخرة رابح، لأن الدنيا فانية أما الآخرة باقية. الخسران أن تبيع الباقي من أجل الفاني، هذا خسران. أن تبيع الآخرة وتربح الدنيا، هذا هو الخسران. ليس خسران عادي، إنه خسران مبين. ما معنى الخسران المبين أي الواضح؟ الأكثر خسران من باع آخرته لدنيا غيره. يعني من باع آخرته لدنيا خسران، لكن يعني معقول. لكن من باع أخراه لدنيا مين؟ غيره، حتى يسعد غيره، هذا يا مولانا هذا أقبح حال، هذا هو الخاسر. كيف يبيع الإنسان الآخرة؟ أن يشتري الدنيا بملذاتها وشهواتها وحرامها. كيف يشتري الإنسان الآخرة؟ الدنيا إذا أقبلت عليها أدبرت، تركتك، وإذا تركتها أتتك راغمة، غصب عنها ستأتي، ستأتي بالقوة. وتجارتك بائرة. بائرة لا، ليس لها مشتري. البائرة ليس لها راغب، ليس لها مشتري. ومعلمك معين لك على إسيانك. إذا رآك المعلم تحب الدنيا ولم يرشدك إلى الآخرة فهو معين لك على الدنيا. إذا رأى شيخك أنك إلى الدنيا أقرب وإلى الآخرة أبعد، كان ذلك عيبا في الشيخ، كان ذلك عيبا في الشيخ. فعلى الشيخ إن رأى تلميذه ينظر إلى الدنيا أكثر وترك الآخرة أن يوجه وأن يصوب وأن يصحح. لكن الشيخ عندما ينصح الطلاب لا يسمعون الكلام، فماذا يفعل الشيخ؟ ما عليك إلا البلاغ. قول يا ابني. وهو شريك لك في خسرانك. شريك لك في خسرانك بعدم نهيه عن منكرك. شريك، الشيخ شريك لك في الخسران لأنه لم ينهاك عن الإيه؟ عن المنكر، ولم يأمرك بالمعروف. وهو كبائع السيف من قاطع الطريق. بائع السيف لمين؟ لقاطع الطريق. أنا عندما أبيع سيفي لقاطع الطريق كأنني أقول له اقتلني، فقاطع الطريق لا يخاف من الله. قاطع الطريق لا يخاف من الله. فإذا أنا أبيع لقاطع الطريق السيف، اعلم أنه سيقتلك. هذه نتيجة طبيعية، نتيجة طبيعية. لكن لو لم أبع السيف لقاطع الطريق، يحميني سيفي فأقاتل به قاطع الطريق وأتقوى به عليه. ومن هنا لا يكن أحدكم عونا للشيطان على أخيه. لا تساعد الشيطان في غواية أخيك، لا تساعد الشيطان على غواية أخيك.
كيف أن تتركه للشيطان يحيا معه وحيدا؟ كن أنت وأخوك سندا درعا ضد من؟ ضد الشيطان. كيف أنصر أخاك ظالما أو مظلوما؟ قالوا مظلوم وعرفنا نرد إليه الحق، لكن كيف ننصره ظالم؟ قالوا ها نأخذ الحق منه لا نساعده على ظلمه. أولي كما قال صلى الله عليه وسلم من أعان على معصية ولو بشطر كلمة كان شريكا له فيها. من أعان على معصية كان شريكا للعاصي. من عمل حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها سنة حسنة، ومن سن سنة سيئة فله إيه؟ وزرها ووزر من إيه؟ من عملها. الدال على الخير كفاعله كذلك الدال على الشر كفاعله. لا تنسى، لا تبع أخراك لدنيا غيرك، لا تبع أخراك لدنيا غيرك. من الصلح. وإن كانت نيتك وقصدك فيما بينك وبين الله تعالى من طلب العلم الهداية دون مجرد الهواية فأبشر. الهداية معناها أن تعمل بما تعلم. الرواية كمن يقرأ القرآن ولا يتجاوز الحناجر. الرواية أن العلم في الكتب وفي الكتاب ونحن نقرأ ونتكلم ولا أحد يطبق. الرواية أستاذ إنجليزي لكن لا يعرف يتكلم مع سائح. الرواية يحفظ القرآن كله لكن إن قلنا خش إن الصلاة لا يذهب. قول حبيبي. فإن الملائكة تبسط لك أجنحتها إذا مشيت. شوف، إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما إيه؟ ليه؟ إن الحوت في البحر يستغفر للعالم. ليه؟ لأن العالم رحمة. لولا شيوخ ركع وأطفال رضع لأهلك الله الأرض ومن عليها. لولا مجالس العلم ما نزلت الرحمة وما نزلت السكينة. لولا الذاكرين، لولا القارئين، لولا المصلين، لولا لولا لولا. من هؤلاء؟ هم الذين تعلموا فعملوا. طريقنا الهداية وهي الطاعة، ونهايتنا الهداية وهي الطاعة، وما بين الطاعة والطاعة طاعة. هنا تحسب حياتك من البداية إلى النهاية طاعة. عشان كده الشيخ كتب بداية الهداية، نقص كلمة، بداية الهداية طاعة. هذا ما سوف يحكي مولانا كاملا. الهداية طاعة. قول سيدي. وحيتان البحر أستغفر لك إذا سعيت. ليه؟ لأنك تعلم الناس الرحمة. الشيخ السخاوي له كتاب في تحريم ضرب الحمار. الشيخ النبراوي له كتاب في الرحمة بالحيوان. الشيخ علي الخواص كان ينظف الحوض ويملأه ماء من النيل حتى تشرب الكلاب والحيوانات الضالة. دي ثقافة، دي فكرة، ده الإسلام. دخلت امرأة النار في هرة حبستها، ودخل الجنة رجل في كلب سقاه. كلب يسقي. القضية ليست في الهرة ولا في الكلب، القضية في كلب المرأة القاسي وفي قلب الرجل الطيب. الحيوان يدخل الإنسان الجنة أو يدخل الإنسان النار. هرة، ما بالك في هرة؟ نحن نضرب 20,000 هرة في اليوم عادي. لا، ليس عادي، في رحمة بالحيوان. الراحمون يرحمهم مين؟ دي الطاعة. لذلك الحوت والأسماك في البحر تستغفر للعالم الذي يعلم الناس الرحمة. ولكن ينبغي لك أن تعلم أولا قبل كل شيء
الهداية التي هي ثمرة العلم لها بداية ونهاية. ما فائدة العلم؟ هذا يبني على أيها الولد أن الهداية وهي ثمرة العلم. قلت لحضراتكم علم بلا عمل كشجر بلا ثمر، علم بلا عمل كشجر بلا ثمر، وعمل من غير علم ها لا يكون، وعلم من غير عمل جنون. جنون، وهناك فرق بين رجل ورجل، لكن ما الفرق بين جنون وجنون؟ تعطيش الجيم، هذا هو الفرق. جنون جنون، خلاص تعطيش الجيم. جمال جمال، خلاص. قول يا هذا بالمليسي، تفهم مليسي احسن. قول يا ابني عادي تلاش. وظاهر وباطن. ايه ظاهر وايه باطن؟ الظاهر معروف، ايه الظاهر يا مولانا؟ الجوارح. ايه الباطن؟ الاخلاق، القلب. ظاهر وباطن معروف. ولا وصول إلى نهايتها إلا بعد إحكام بدايتها. كيف تصل إلى الله؟ بالطاعة. كيف الطاعة؟ الطاعة مركبة من اثنين، علم وعمل. علم وعمل يساوي طاعة. طيب جهل ومعصية يساوي ذنب وعقوبة. ما هي البداية في الطاعة؟ تعرف ماذا تعبد، تعرف ماذا تفعل. أول شيء تصحيح العقيدة، اثنين تعلم ما يفيدك. ها أقرأ عن أحكام البيع ولا أقرأ عن أحكام الطهارة والصلاة؟ الطهارة والصلاة. جاء رمضان الصوم مع كمال الحج، أنت تبيع وتشتري، المعاملات، مات أبي، تقرأ الإرث، الفقه، العقيدة، ثم الفقه. من أين نستنبط العقيدة؟ من القرآن والسنة. من أين نستنبط الفقه؟ من القرآن والسنة. القرآن والسنة المصدر. شوف شوف، كله يصب في إناء واحد، كله يصب في إناء واحد. ولا عثور على باطنها إلا بعد الوقوف على ظاهرها. كيف تصل إلى باطن البحر؟ لا بد من البداية أن تكون على سطح البحر. فإذا أردت أن تصلح الداخل فأصلح الخارج أولا، لن يصل الإنسان إلى قاع البحر إلا بعدما يصل إلى ماذا؟ إلى سطح البحر. فمن سطح البحر ندخل. كيف يصل الإنسان إلى القلب؟ كيف الشيء يصل إلى القلب؟ عن طريق الأذن، عن طريق العين، عن طريق الشم. صح أنا مخطئ؟ أنا أحب إنسان، كيف أحببته؟ نظرت إليه، رأيته، سمعته. كيف أحب الطعام؟ أكلته، شممته، رأيت منظره. ها تذهب إلى كنتاكي، ها ماذا أول شيء يعجبك إيه في كنتاكي؟ ها ترى ساندويتش كذا بكم؟ 20 جنيه كذا، 20 جنيه ما شاء الله، كأنك تشتري تأكل في أسبوع. أول ما ترى، ترى إيه؟ ترى الصورة. ثم مولانا ماذا تفعل؟ تشمه فتحبه. تذهب بكام؟ 20 جنيه تدفع على طول. ما الذي جعلك تدفع؟ لأنك رأيت. عندما تأكله تستمتع به. هنا كلام آخر، فوصل إلى الداخل وحكمت على أنه لذيذ عندما يا مولانا رأيت، شممت، أكلت. ظاهر. الرسول صلى الله عليه وسلم كان جميل الظاهر والباطن، لكن الناس كانت تتعرف على الظاهر أولا ولا تتعرف على الباطن أولا؟ على الظاهر. أنت عندما ترى امرأة جميلة ترى الظاهر ولا ترى الباطن؟
الباطن أبدا. الظاهر الباطن بالمعاملة طيبة خلوقة لا تكذب، عندها أمانة، عندها عفة، لا لا لا، يعني أمور كثيرة. هذه الأمور تأتي الباطن بعدما ترى الظاهر، لكن من البداية أنت ذهبت إلى عروسة، عندما رأيتها وجدتها من غير أنف ومن غير فم وبعين واحدة ومن غير أذن تعشقها، والأذن تعشق قبل العينيها جوارح جوارح. فنظف ظاهرك سينظف الباطن، ثم تنظف الباطن تحافظ على نظافة الظاهر. فما القلب إلا قدر واللسان مغرفة، فإذا كان في القدر أنوار أخرج اللسان أنوار، إذا كان في القدر استغفر الله أخرج استغفر الله. قل يا ابني، قل أعوذ بالله. وها أنا مشير عليك ببداية الهداية. كده الشيخ بدأ يشتغل معنا، كده الشيخ بدأ يعمل. وها أنا خلاص كأنه يستأذن من المقدمة يدخل من المضمون. ها أنا سأشرح لك ما هي بداية الهداية، ما هي أول نقطة في الطريق إلى الله. قول يا سيدي. لتجرب بها نفسك وتمتحن بها قلبك. لازم الامتحان، لازم الاختبار. لتجرب بها نفسك، تختبر نفسك. الإنسان بدون اختبار ليس له فائدة. ما فائدة الامتحانات؟ اختبار. اختبار ماذا مولانا؟ اختبار لك حتى تتقدم. كيف الاختبار؟ الله يعلم نتائج الاختبار. يعني إذا نظرنا الله سبحانه وتعالى يعلم نتائج الاختبار. طب لماذا يختبرنا؟ حتى يلزمنا الحجة. فلن يدخل النار أحد إلا بعمله، ولن يدخل الجنة أحد إلا برحمته، حتى يلزمك الحجة. قل يا سيدي. فإن صادفت قلبك إليها مائلا ونفسك بها مطاوعة ولها قابلة فدونك تطلع إلى النهاية. يعني دايما البدايات مقدمات، وقالوا المقدمات من المهمات، ومن كانت بدايته محرقة كانت نهايته مشرقة. جرب البداية. شوف أنت عندما تشتري شيء الراجل صاحب المطعم يعطيك قطعة صح تذوق، والله جيد اديني كيلو، لكن لا لا بس هذا حار أنا لا أحب الحار. البداية جرب، الحياة تجربة، فإذا جربت طعم الطاعة ستستمر. لكن قالوا إيه؟ قالوا نحن لا نريدك أن تعبد الله من أجل لذة الطاعة. الطاعة لها لذة، الطاعة لها شهوة. من يصلي الصبح ويعود في راحة، من ينام ولا يصلي الصبح ما فيش راحة. فرجل يقول سبحان الله أنا لا لازم أصلي الصبح حتى أستريح. لا، لا نريدك أن تعبد الله من أجل لذة أو راحة، نريدك أن تعبد الله من أجل العبادة، وكل ما يأتي من ثمار اقبل. لكن جرب البداية، لا تعبد الله من أجل لذة الطاعة، فلا تشرك بعبادة الله شيء، اعبد الله لله سيأتيك كل شيء. قل سيدي. التغلغل في بحار العلوم. التغلغل في علوم نتعلم منها ما يفيدنا، وفي علوم نبحث فيها بقدر الاستطاعة. وابدأ بما تحتاجه في حياتك اليومية كما قلت لك. ابدأ بما تحتاجه في حياتك اليومية. فالعلوم كلها جيد، لكن في الأفضل وفي المفضول. رجل يحفظ سورة البقرة كاملة ولا يحفظ سورة الفاتحة، إياهما أفضل، الفاتحة ولا البقرة؟ لو قرأ البقرة في الصلاة 5 مرات صلاته باطلة، لكن لو قرأ الفاتحة فقط من غير آمين صلاته صحيحة. أولويات أولويات. ها عند الطعام لم يأتي بالأرز، بماذا جاء؟ جاء بتفاح وموز وبرتقال وجوز الهند.
أين الأرز؟ لا يوجد أرز، لا فائدة من الطعام. فهمتم؟ في أولويات. اشترى بمليون جنيه عرس وكهرباء وطعام وشراب، لكن لم يأتي بالعروس. ما فائدة الزواج؟ لا زواج، لا زواج مولانا، لا زواج. طب مليون جنيه نفقات، ضلال مبين، عبث. هذا الكلام نقول لمن، لمن اهتم بالسنن وضيع الفرائض. اهتم بماذا وضيع الايه؟ اول ما يحاسب العبد يحاسب على السنن ولا الفرائض؟ على الفرائض. فهمت؟ صلاة العشاء ولا قيام الليل؟ العشاء. التراويح ولا العشاء؟ العشاء. فهمت؟ وإن صادفت قلب، وإن صادفت قلبك عند مواجهتك إياها بها مسوفا وبالعمل بها. التسويف غدا، غدا غدا غدا، وهذا التسويف من الشيطان، يعني سوف أذاكر. ها، أول العام تقول إن شاء الله مع بداية العام أنا سأبدأ بداية قوية، سا سا تسويف، ثم يبدأ لأنا لا أذاكر الآن. عندما ينزل الكتاب، عندما ينزل الكتاب إن شاء الله أنا سأحضر أولا فأسمع وأذاكر، سا سا. ثم متى تذاكر؟ إن شاء الله ليلة الامتحان، عشان يكون العقل قوي. تدخل الامتحان هارد لك، إن شاء الله أذاكر العام القادم. سوف 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 سوف. ولذلك من يعلم الموت؟ لا يعلم الموت إلا الله وحده. فما دمنا لا نعلم متى نموت فعلينا أن نعمل من الآن. ها، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. من يضمن أن يحيا إلى الغد يفعل ما يشاء. لو تضمن أنك تعيش إلى الغد لا تصلي، أنا أفتيك لا تصلي، لكن أنا لا أضمن، صلي من الآن. خلاص قول زيد. وبالعمل بمقتضاها مماطلا. المماطلة هي معك السداد ولا تدفع. المماطلة تقوى على الشيء ولا تقدمه، مماطل. أنا عندي أجرة، أجرة الشهر 5 جنيه، الشيخ يقول أين المال؟ أنا أقول له بكرة، أنا عندي في البيت بكرة، أين المال مولانا؟ بعده. هو يرجئ من غير أسباب، اسمه مماطل، المماطلة. قال صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. قال صلى الله عليه وسلم: مطل يعني تأخير، تأخير مطل الغني ظلم. ما دمت تملك قم بالسداد، فإذا تأخرت أنت إيه؟ أنت مخطئ. مطل الغني ظلم. فاعلم أن نفسك المائلة إلى طلب العلم هي النفس الأمارة بالسوء. أنواع النفس 3، ومنهم من قال 9، لكن تعود إلى 3. 1، نفس مطمئنة، وهي التي تفعل الخير واطمأنت به. نفس المطمئنة ما هي؟ التي تفعل الخير واطمأنت به. 2، النفس الأمارة بالسوء، التي تفعل الشر واطمأنت به. هذه لا يقوى عليها الشيطان، وهذه اطمأن عليها الشيطان. 3، الأمارة بالسوء، خلاص. اللوامة، ما هي اللوامة؟ ترتكب الوزر ثم تعود إلى الله وتتوب، تفعل السوء ثم تعود وتسرع بالتوبة. ومعظم الناس نفسها لوامة. نسأل الله أن يغفر لنا ويرحمنا. قل سيدي.
وقد انتحبت مطيعه للشيطان اللعين يدليك بحبل الغرور. يدليك بحبل الغرور. شوف مولانا هذا البئر والشيطان يجعلك هنا ويسقطك في بئر بحر الغرور. أدي التلو، كأن الشيطان يدليك في بحر الغرور. إيه الغرور؟ بالأماني، غدا تفعل، غدا تفعل، غدا غدا غدا، يدليك بالأماني إلى أن تفاجأ بالموت. ساعتها لا تلومن إلا نفسك. قل سيدي. فيستدرجك بمكيدته إلى أي الاستدراج؟ الاستدراج أنه يقنعك بأمر ثم بأمر ثم بأمر ثم بأمر إلى أن يصل بك إلى المطلوب. ما مطلوب الشيطان منك؟ أن يدخلك النار. هذا اسم ما يريد الشيطان، أن يدخلك النار. كيف الاستدراج؟ قال مولانا البيقوني في الحاشية وعندما يشرح البردة، قال إن الشيطان يفتح على الإنسان 99 بابا من الحلال حتى يوقعه في باب من الحرام. إن الشيطان يفتح للإنسان كم باب؟ 99، حتى يوقعه في باب من الإيه؟ من الحرام. أدي الاستدراج، كأنه يجذبك شوية 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 إلى أن يقذفك في النار. الشيطان يفعل هذا شوية 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 إلى أن يقذفك في جهنم. والعاقل اللبيب هو الذي يعرف عدوه الأول، وعدوك الأول إبليس الذي أخرج أباك من الجنة. ولولا وسوسة إبليس لآدم، شوف 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 كيف آدم إبليس استدرجه، أقسم له بالله كذب. آدم يعتقد أنه مستحيل أن في مخلوق يخلق بالله كذب، ثم قال له لو أكلت من الشجرة ستكون من الملائكة. يا آدم أنت أفضل من الملائكة، لو أكلت من الشجرة لن تموت أبدا. شوف 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 كيف يستدرجه، يقنعه. فأكل آدم من الشجرة، فماذا حصل؟ نزل إلى الأرض يبحث عن التعب والشقاء. بعدما كان في الجنة إذا أراد شيئا يقول سبحان الله وبحمده، تأتيه الملائكة بالخدمة كيف ما شاء ليل نهار. في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. جاء إلى الدنيا جوعان، إذا اصطاد غزالة سمكة، أنا بردان أدخل في جبل، أنا حران امشي في الظل. ثم جاء قابيل وقتل هابيل، تعب مشقة آلام أحزان. مين السبب؟ السبب إبليس. ومن هنا آدم عندما نزل على الأرض كان يعرف عدوه الأول والأخير الذي حذر منه أولاده، والأولاد حذروا 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 إلى أن جئنا نحن. ومن تحذير من سبقنا نحن بقدر الإمكان نعد العدة لمواجهة الشيطان. كيف نقاوم الشيطان؟ بالطاعة. كيف نطيع رب المولى تبارك وتعالى؟ هذا بداية الهداية طاعة ونهاية الهداية طاعة، ولا سبيل إلا الطاعة. وقصده أن يروج عليك الشر في معرض الخير. يروج، يلبس، يلبس الحق بالباطل. يروج كأنه يفعل دعاية، أنا أريد أن أبيع هذا التليفون، ماذا أفعل؟ أروج إعلان على الإنترنت، إعلان هنا عند الباب، الشيخ يريد يبيع هذا التليفون أوبو بكام؟ 20,000 جنيه. ليه؟ في 2000 رقم ترفع السعر. 20,000 يروج. ثم يفعل مميزات هذا التليفون، يفعل يتكلم مجانا، هذا التليفون شحن بطارية مدى الحياة، هذا التليفون يعني مش عارف ايه، هذا التليفون اغراءات، اسمه ترويج. الشيطان يروج لصنعه بالشهوات، بالنساء،
بالمال، بزينة الحياة، بالبنون، بالجبن، بالبخل. الشيطان يعرفنا جيدا ويعرف مداخلنا. أنت مين؟ أنا عالم، يدخل لك من باب الغرور. أنت مين؟ أنا طالب، يدخل لك من باب الكسل. أنت مين؟ أنا تاجر، يدخل لك من باب المال وحب الجاه وحب الغش. أنت مين؟ أنا سلطان، يدخل لك من باب الأماني. هات لي سلطان اليوم يظن أنه يموت، مستحيل. إن سألت أي سلطان كم تحيا يقول لك سأحيا 50,000 سنة. أماني، أماني، هذه الأماني هي صنع الشيطان فيك، يروج، يفعل دعاية. خلاص بكرة تصلي، بكرة تصلي، غدا تصلي، غدا غدا غدا، قبل أن يأتي غدا الموت أخذ. رجاء لا تنسى، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. لا تحفظون؟ احفظ يا ابني. القبر، الموت، الموت يأتي بغتة أي فجأة، والقبر صندوق العمل. لن يدخل معك في القبر إلا العمل الصالح. أول ما يفارقك المال، ثاني ما يفارقك الأهل، ولن يدخل معك في القبر مؤنسا إلا العمل الصالح. إذا مات الشيخ أولاده يأخذون الصبحة ويأخذون ما في جيبه من مال ويأخذون النظارة ويأخذون كل شيء. الشيخ يلبس خاتم يأخذون. ثم الأهل والأقارب والأحباب والأصحاب إلى القبر. دخل الشيخ، اللهم اغفر له، آمين، سلام عليكم. وترك الشيخ في القبر مع مين؟ مع مين؟ إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. ما الذي يجعلها روضة من رياض الجنة؟ عملك الصالح. عملك الإيه؟ قول يا ابني. حتى يلحقك بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذه هي الخدعة، هذه هي الخدعة. يظن أنه يفعل الصالح وفي الحقيقة أنه يفسد. يقنعه أن ما يفعله حلال وفي الحقيقة ما يفعله حرام. يقنعه أنه إلى الله أقرب وفي الحقيقة إنه إلى جهنم أقرب. يقنعه أنه من الكبار وفي الحقيقة هو من الفكار. هذا، هؤلاء هم الأخسرون، الأخسرون أعمالا. وعند ذلك يتلو عليك الشيطان فضل العلم ودرجة العلماء. يا سلام، يقنعك بالعلم والحياة علم ولا مجال للعمل. يقنعك أن العلم فتقرأ حتى يقول الناس أنك عالم وتشرح حتى يقول الناس أنك عالم. أين العلم؟ مفلس. قال مولانا الجنيد عندما سئل ماذا فعل الله بك بعد موته، قال ضاعت الأعمال ولم ينفعنا إلا ركيعات كنا نقومها بالليل والناس نيام. ورسيل. وما ورد فيه من الأخبار والآثار ويلهيك عن قوله صلى الله عليه وسلم، من ازداد علما ولم يزدد هدى لم يزدد من الله إلا بعدا. شوف شوف، يبقى الغرض من العلم الهداية، فإن ازددت في العلم وازددت غواية فاعلم أنك إلى النار أقرب. نعم سيدي. وعن قوله صلى الله عليه وسلم، أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه. لأنه سيعذب مرتين، مرة لأنه يعلم ومرة لأنه لم يعمل. العابد العادي يحاسب مرة واحدة، لكن العالم يحاسب مرتين، مرة لأنه يعلم
والمرة الأخرى لأنه لم يعمل. وكان صلى الله عليه وسلم يقول كثيرا في الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من العلم لا ينفع. ليه؟ لأن العلم الذي ينفع يأتي شاهدا عليك يوم القيامة. وقلب لا يخشى. ليه؟ لأن القلب الذي لا يخشع ختم الله عليه. وعمل لا يرفع. عمل لا يرفع يعني عمل مردود. ودعاء لا يسمع. دعاء لا يسمع لأن الله تبارك وتعالى لا يتقبل إلا من المتقين. وعن قوله صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي بأقوام. أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة الاثنين 27 من شهر رجب سنة 11 من البعثة. مررت ليلة أسري بي بأقوام تقرض شفاههم بمقاريض زي كماشة كده، تعرفون كماشة تشيل المسمار كماشة كده. ليه شفاههم التي يتكلمون بها؟ تقرض الشفاء التي يتكلمون بها بمقاريض من حديد، ليس حديد عادي، ده حديد من جهنم، حديد لطيف قوي، حديد من جهنم. قل ابني. فقلت: من أنتم؟ فقالوا: كنا نأمر بالخير ولا نأتي، وننهى عن الشر ولا نأتي. هذا الكلام يقولون ما لا يفعلون، يقولون ما لا كنا نأمر بالخير ولا نفعله، وننهى عن الشر ونفعله. فإياك يا مسكين أن تذعن. ما معنى المسكين؟ المحتاج. المحتاج إلى مين؟ إلى رضا ربه. ما معنى المسكين؟ الذي عمله لم يسعفه في أن يدخل الجنة. ما هو المسكين؟ هو الذي يملك ما لا يكفيه. المسكين من يملك ما لا يكفيه. فإياك يا مسكين أن تذعن لتزويدي. تذعن يعني تنقاد بدون تفكير. تذعن كأنك تمشي مكره مجبر. الإذعان هو الإنقياد. إنقياد لمن؟ للشيطان. فيدليك بحبل غروره. فيدليك. يدليك أي يوصلك بحبل غروره إلى مراده. إيه مراده؟ لقد عاهد إبليس ربه تبارك وتعالى أن يدخلنا جميعا النار معه. خلاص، وهو يعمل لهذا جيدا ويجتهد في أن ندخل النار جيدا. قول يا سيدي. فويل للجاهل حيث لو. ويل تحذير، وقيل ويل اسم وادي في جهنم. فويل للجاهل حيث لم يتعلم مرة واحدة، وويل للعالم حيث لم يعمل بما علم ألف مرة. يا سلام يا سلام. ويل للعابد مرة لأنه جاهل مرة. طب والعالم؟ كلما علم ما يعلم ولا يعمل كلما أخذ الوزر. كلما ترك العمل كلما استحق العقوبة. قول يا ابني. لكن هو أي حاجة. واعلم أن الناس في طلب العلم على ثلاثة أحوال. إيه ثلاثة أحوال؟ يعني طوائف. والعاقل الرشيد هو الذي ينظر أين هو. رجل طلب العلم ليدخله زاده إلى المعاد. زاد إلى المعاد يعني يوم القيامة. ولم يقصد به إلا وجه الله والدار الآخرة. الأمور بمقاصدها ومقصوده الآخرة.
فهذا من الفائزين. لماذا فاز؟ باع دنياه واشترى الآخرة. ورجل طلبه ليستعين به على حياته العاجلة. طلب الدنيا، طلب العلم ليسعد في الدنيا، والدنيا عاجلة وليست باقية. وينال به العزة والجاه والمال. أن يقول عالم وأن يرزق وأن وأن. وهو عالم بذلك مستشعر به في قلبه ركاكة حاله. هو عارف، هو عارف أن ما يفعله لن يفيده. هو عارف أن طلبه للدنيا ليس له فائدة. ركاكة، ركاكة عكس القوة والجزالة. يقول لك شعر ركيك كأنه شعر سيء. وخسة مقصده. إيه خسة مقصده؟ أن الدنيا أخس، الدنيا أضعف، الدنيا أهون. فهذا من المخاطرين. مخاطر يعني قد يدخل الجنة وقد يدخل النار، لكن إلى النار أقرب، لأنه لم يدخل الأخرى إلا القليل. فإن عجله أجله قبل التوبة خيف عليه من سوء القادمة، وبقي أمره في خاطر المشيئة. المشيئة، إن شاء عفا وإن شاء عاقب. وإن وفق للتوبة قبل حلول الأجل وأضاف إلى العلم العمل وتدارك ما فرط فيه من الخلل التحق بالفائزين. يعني إيه يا مولانا؟ يعني كيف يتوب ذلك العالم؟ بأن يعمل. توبته بأن يعمل. فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. نعم. التوبة النصوح تغفر الذنوب، وإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ورجل ثالث استحوذ عليه الشيطان فاتخذ علمه ذريعة إلى التكاثر بالمال. ذريعة يعني سبب والسبب يحصل به على المال الكثير وينسى الله. دي القضية، لكن عادي، ولا تنسى نصيبك من الدنيا. نحن نريد نأكل ونشرب، لكن لا تتخذ علمك سبب للدنيا. والتفاخر بالجاه والتعزز بكثرة الأتباع. لا تغتر بكثرة الطلاب. أحيانا يكون كثرة الطلاب مصيبة على الشيخ، فأنت تخاطب من تخاطب الله. فإذا جاء 1000 طالب أهلا وسهلا، جاء طالب واحد أهلا وسهلا. أنت تتعامل مع الخلق ولا مع الخالق؟ مع الخالق. فالخالق لا يضره 1 يهتدي أو 1000 يهتدي، لأن يهدي الله بك قوما، ولا لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير من حمر النعم رجل واحد. فلا تهتم بكثرة الطلاب ولا بقلة الطلاب، اهتم أن ما تقوله يخرج من القلب إلى الله. فإذا كان ما نقوله فيه إخلاص الحمد لله، ليس فيه إخلاص لا نجاة لنا مما نحن فيه. قول يا رب. يدخل بعلمه كل مدخل رجاء أن يقضي من الدنيا وطره، وهو مع ذلك وطره يعني مقصوده. فلما قضى زيد منها وطرا، خلاص انتهت الحاجة. إيه حاجتك من الدنيا؟ بقدر أن تعيش فيها مستورا. ما حاجتك إلى الآخرة؟ أن تعيش فيها إلى أبد الآبدين. فبقدر الحاجة تأتي العزائم. وهو مع ذلك يضمر في نفسه أنه عند الله بمكانة. يضمر يعني يعتقد من الضمير في القلب. ابتسامه بسمة العلماء وترسمه برسومهم في السلك والمنطقة. هو يتكلم بلسان العلماء،
ويرتدي ملابس العلماء وهو في الحقيقة من الجهال الكسلاء. شوف، لا تكن بين الناس من الأولياء، وبينك وبين الله من الأشقياء. اجعل حالك في الخارج كحالك في الداخل. هنا تنجو. لا تكن بين الناس من الأولياء، ولا تكن بينك وبين الله من الأشقياء. لازم يكون في عدالة مع الناس، أنت تعبد وتذكر، وبينك وبين الله أنت تعصي وتفكر. هذا دليل على أنك منافق، ليس مع الخلق، أنت منافق مع الخالق. من ينافق الخلق في الدرك الأسفل من النار، فما بالك من ينافق الخالق يروح فين؟ يعني المنافق في الدرك الأسفل من النار، ده ينافق الخلق. طيب ما رأيك في من ينافق الخالق؟ ماذا بعد أسفل من النار؟ يدخل الجنة؟ لا شك أن العاقبة كهود. مالك به على الدنيا ظاهرا وباطنا فهذا من الهالكين ومن الحمقى المغرورين. الحمقى، الأحمق هو الذي يضر من حوله ويضر نفسه ويظن أنه نافع. وكان ملوك الهند إذا أرادوا أن ينتقموا من عالم لا يحبسوه وحده، وإنما يحبس مع رجل أحمق. فالأحمق إذا أراد أن ينفعك ضرك، إذا أراد أن ينفعك إيه؟ دي علامة الأحمق. إذ الرجاء منقطع عن توبتي لظنه أنكم لمحسنين. دي الخطورة. العاصي الفاسق يعلم أنه عاص وفاسق، وسيأتي يوم ويتوب. صح، سيأتي يوم وإيه؟ ويتوب. أما ذلك الأحمق فهو يفعل المعاصي ولا يتوب. لماذا؟ لأنه يعلم أنه ليس على خطأ فضر لنفسه. أنا عاصي، أنا أعلم أنني عاصي، توب إلى الله واستغفر الله، لكن أنا أحمق فأفعل بحمقي المعصية وأظن أنني على الحق. مين ده مولانا؟ ده ضر لنفسه وضر من حوله. في فرق بين الأحمق وبين مين؟ وبين العاصي. العاصي يعلم أنه عاصي. شوف، رجل يقول إيه مولانا؟ يقول سبحان الله أنا كنت مريض ولا أدري. هل عندما كان مريض ذهب إلى طبيب؟ لم يذهب إلى الطبيب. رجل آخر يعلم أنه مريض سيذهب إلى إيه؟ إذن من يعرف أنه مريض سيذهب إلى طبيب، أما من كان مريضا ولا يعرف أنه مريض لن يذهب إلى الطبيب. رجل يعلم أنه عالم وفي الحقيقة هو جاهل، هل يذهب يتعلم ولا لا يتعلم؟ لماذا لا يتعلم؟ لأنه عالم. أما الرجل الذي يعلم أنه جاهل سيذهب ويتعلم. ومن هنا الأحمق لا يتوب. ليه لا يتوب؟ لأنه يظن أنه على حق. أما العاصي يرزق التوبة، والتوبة رزق. التوبة إيه؟ رزق. واليمين وهو غافل عن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وهو ممن قال فيه الرسول الله صلى الله عليه وسلم أنا من غير الدجال أخوف عليكم من الدجال. فقيل وما هو يا رسول الله؟ قال علماء السوء. مين الدجال الكذاب؟ مين الدجال الأكبر؟ ما من نبي إلا وبحث عنه. دجال يعني الكذاب الذي يخرج في آخر الزمان.
لكن هنا الدجال بمعنى الكذاب. رجل كان يأتي في التلفزيون يقول أنه من المغرب، هذا الرجل كان يقول أنه يستطيع أن يجعل أي امرأة تعشقك في 3 ساعات، اسمه قلب الحبيب، رائع، قلب الحبيب. فأنا أحب الملكة إليزابيث ملكة إنجلترا، ملكة إنجلترا بعد 3 ساعات تحبني. اتصل بهذا الرجل، يا مولانا نعم أنا أريد أن الملكة إليزابيث تعشقني. يقول لي سهل يا مولانا، 3 ساعات، ساعة كم الآن؟ 9 10 11 12، الساعة 1 أنا في إنجلترا أتزوج الملكة إليزابيث. هذا كلام كيف يصدقه الإنسان؟ قال هيئة، هيئة عالم، سبحة عالم، اللحية لحية عالم، الكلام كلام عالم، لكن هذا الكلام ما أنزل الله به من سلطان، إنه ساحر يأخذ أموال الناس بالإثم والعدوان. النتيجة الشكل شكل عالم، الفعل فعل فاسق. هل تعتقد أن هذا الرجل سيتوب؟ مستحيل. النتيجة في السجن، الحكومة تمسكه بعدما أخذ أموال الفقراء والبؤساء والمرضى و و و و. لكن قلب الحبيب يجعلك تعشق امرأة في 3 ساعات، ثم واحد آخر يدفع له أكثر فيجعل المرأة التي تحبك تبغضك في 3 ساعات. إذن إنه يفعل، الله خلق الكون في 6 أيام، هو يريد يخلق الكون في 3 ساعات. ده قوي قوي، ده دجال. ما معنى دجال؟ الكذاب. لكن الهيئة هيئة عالم. أنا أجعلك نقلب الحبيب في 1 ساعة فقط. من يريد؟ تصدق؟ سحر. نحن لا نريد السحر، نحن نريد الحقيقة. وهذا لأن الدجال غايته الإضلال. إيه غايته الإضلال؟ الكذب غايته إيه؟ ما هو الكذب؟ تغيير الحقائق. ما هو الكذب؟ مخالفة الكلام للواقع، اسمه كذب. مخالفة الكلام لمين؟ للواقع، هذا كذب. هذا الكذب يا مولانا الغرض منه إيه؟ تكذيب الواقع، الإضلال، ليس الهداية. لكن بداية الهداية لا تكون إلا بالصدق ليس بالكذب. ومثل هذا العالم وإن صرف الناس عن الدنيا بلسانه ومقاله فهو داع له إليها بأعماله وأحواله. ولسان الحال أفصح من لسان المقال. إيه المقال؟ الكتاب. إيه الحال؟ التطبيق. والتطبيق أقوى من المقال. التطبيق أقوى من الإيه؟ من المقال. لأن المقال يعرفه العلماء والقراء، أما التطبيق يعرفه العالم والجاهل. ومن هنا كان الرسول صلى الله عليه وسلم في حركاته وسكناته قرآن يمشي على الأرض. قرآن يمشي على الإيه؟ على الأرض. قول يا سيدي. وانتباع الناس إلى المساهمة في الأعمال أميل منها إلى المتابعة في الأقوال. للمتابعة في الأقوال صعبة. أنا ألفت كتاب، من يراعي أفعالي في فيما أنا فيه في الدنيا وما فيه في الكتاب؟ صعب. لكن انظر إلى حال الشيخ، الشيخ يقول في الكتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن حال الشيخ يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف.
الحال حالي غني عن سؤالي. التطبيق مشكلتنا في التطبيق، الفكرة جيدة لكن التطبيق غير جيد. فما أفسده هذا المغرور بأعماله أكثر مما أصلحه بأقواله. هذا المغرور أفسد أكثر مما أصلح، أفسد أكثر مما أصلح. ليه؟ أول شيء منافق، يقولون ما لا يفعلون. كان سيدنا أبو بكر يقول كان الناس يفعلون ولا يقولون، يفعلون ولا، ثم صار الناس يقولون ويفعلون، ثم صار الناس يقولون ولا يفعلون. هذا في زمن أبو بكر. طيب في زمننا نحن لا نقول ولا نفعل. في زمن سيدنا أبو بكر، في زمن الأولياء والأصفياء، يقولون ولا يفعلون. تشوف كان في الماضي لا يقولون ويفعلون، ثم صاروا ها يقولون ويفعلون، تعادل، ثم صاروا يقولون ولا يفعلون، فصاروا منافقين. ده زمن سيدنا أبو بكر. لكن نحن فين دلوقتي مولانا؟ نحن في الخارج. أبو بكر كان يتكلم عن الدنيا، نحن لسنا في الدنيا الآن، نحن في كوكب زحل. قول يا ابني. إذ لا يستجرئ الجاهل على الرغبة في الدنيا إلا باستجراء العلماء. الجاهل عندما يقدم على الدنيا لازم واحد من العلماء قال له حلال، قال له إيه؟ فعندما قال له حلال جرأه على أن يفعل أي شيء في الدنيا. فقد صار علمه سببا لجراءة عباد الله على معاصي. صار علمه سببا في التجرؤ. ما هو التجرؤ؟ الإقدام على فعل المعصية، الإقدام على فعل الإيه؟ المعصية. ونفسه الجاهلة مذلة مع ذلك تمنيه وترجي. نفسه الأمارة بالسوء تمنيه، افعل لا تخف، اجتهد فيما تفعل، الله سينصرك. كيف ينصرك الله وأنت في الحرام؟ في أربع أمور ضدك رجاء تحاذر منها. قال الشاعر: إني ابتليت أي اختبرت بأربع ما صلت إلا لشدة شقوتي وعنائي. أربع أمور سلطوا علي حتى أشقى وأتعبت: إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي. إني ابتليت اختبرت بأربع ما صلت إلا لشدة شقوتي حتى أشقى وأتعب. إبليس الذي عاهد الله أن يدخلك النار، والدنيا مصدر الشهوات، ونفسي التي تميل إلى الشهوات، والهوى الميول. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. اللهم اجعل هوانا تبعا لشرعك يا أكرم الأكرمين. شوف فهمت يا ابن الشاعر كم حاجة؟ أربعة. هذه الأربعة سلطت للشقاء منك، كيف الخلاص؟ بالتوكل على الله وبالاعتماد على الله وبقول أستغفر الله. فمهما ارتكبنا من ذنوب ثم قلنا أستغفر الله، الله يغفر ويرحم. قول يا سيدي. ونفسه الجاهلة مذلة مع ذلك تمنيه وترجي. تمنيه يعني تعطيه الأمل في بكرة، تعطيه الأمل في غد، وتدعوه إلى أن يمن على الله بعلمه، وتخيل إليه نفسه أنه خير من كثير من عباد الله. هذه المشكلة، من رأى نفسه آفة الآفات. أن ترى نفسك
الظهور قسم للظهور. لو وصلت، لو ظننت أنك وصلت هلكت. ومن رأى نفسه ضل. لإن رأيت نفسك تعاظمت في قلبك، فإن تعاظمت في قلبك تكبرت على غيرك. فهمتم؟ إذا الإنسان استطاع أن يقول أنه جيد، أنه كذا، أنه كذا، أنه كذا، اعلم أنها بداية السقوط. قالوا رؤية النفس أخطر شيء على الإنسان، أخطر شيء رؤية النفس على الإنسان. قل يا سيدي، فكن أيها الطالب من الفريق الأول واحذر أن تكون من الفريق الثاني. فكم من مسوف عاجل، شوف كم من مسوف، بكرة عاجلته المنية فجاءه الموت. كم ده لا يريد العدد لكن يعني يدل على الكثرة. كم من مسوف، ما معنى مسوف؟ سوف أذاكر، سوف أفعل، سوف آكل، سوف أصلي، سوف 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 أحج هذا العام، سوف أحج بعد عامين. كم من مسوف عاجلته المنية، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. قول وكم من مسوف عاجله الأجل قبل التوبة فخسر. وإياك ثم إياك أن تكون من الفريق الثالث فتهلك هلاكا لا يرجى معه فلاحك ولا ينتظر. ما هو الفلاح؟ دخولك الجنة. ما هو الفلاح؟ أن تدخل الجنة. ما هو الفلاح؟ أن تدخل الجنة. وكل ما يوصل إلى الجنة طاعة، وكل ما يوصل إلى الجنة طاعة، والطاعة ترضي الله. هل الإنسان يدخل الجنة بعمله ولا برضا الله؟ برضا الله، لكن رضا الله يريد أسبابا. يريد إيه؟ أسبابا. قل يا سيدي، فإن قلت فما بداية الهداية لأجرب بها نفسي، فاعلم أن بدايتها ظاهرة التقوى ونهايتها باطنة التقوى. شوف شوف شوف، يعني الهداية تقوى والنهاية تقوى، ولا تقوى إلا بعمل. ولذلك ما هي التقوى؟ التقوى هي الخوف من الله. اتقي، ابتعد. أنا أتقي، ما معنى أتقي؟ أنا أبتعد. تبتعد عن ماذا؟ أبتعد عن كل حرام. لكن التقوى مولانا لها تعريف، أعظم تعريف للتقوى ما قال مولانا علي رضي الله عنه وارضاه. ما هي التقوى؟ الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. أربعة قالها مولانا علي كرم الله وجهه. تعرفون لماذا كرم الله وجهه؟ لسببين. واحد، لم يسجد لصنم. اثنين، اثنين ايه؟ لم يطلع على سوءته، كان عنده زي مشكلة في الرقبة لا ينظر إلى منطقة الأسفل. ومن هنا قالوا مولانا علي كرم الله وجهه، لم يرى ذكره. في مشكلة في الرقبة لا تجعله يفعل هكذا. واحد، الخوف من الجليل. من هو الجليل؟ الكامل في الصفات. والعمل بالتنزيل، ما هو التنزيل؟ اسم من أسماء القرآن، وسمي تنزيلا لأنه نزل من اللوح المحفوظ إلى السماء الأولى في بيت العزة، ثم نزل من بيت العزة في 23 سنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرضا بالقليل، القناعة كنز لا يفنى. آخر حاجة هي الاستعداد، العدة لمين؟ ليوم الرحيل وهو يوم القيامة. عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارق.
قال إنك مصحح. يا فلا عاقبة إلا بالتقوى ولا هداية إلا للمتقين. العاقبة يعني النهاية. والتقوى عبارة عن امتثال أوامر الله تعالى واجتناب نواهيه. الامتثال يعني أن تفعل الأوامر ما أمر، والنواهي أن تبتعد عما نهى. قال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، جنة للامتثال بالأمر وجنة للانتهاء عن النهي. فهما قسمان، وها أنا أشير عليك بجمل مختصرة من ظاهر علم التقوى في القسمين جميعا، ألحق القسم ثالثا ليصير هذا الكتاب جامعا مبنيا، والله المستعان. الشيخ عملي دلوقتي شوقك، قال: سأعطيك عبارات ودروس تغنيك عن كل الكتب. كل علم لا يوصل إلى الله عبث، كل علم لا يقرب إلى الجنة عبث، كل علم يقرب إلى النار ضلال مبين. سيعطيك جمل، هذه الجمل تساعدك أن تكون عبدا طائعا. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك.